مرحبا أعزائي الطلبة في مادة التربية للمواطنة وحقوق الإنسان للصف الثاني ثانوي. اليوم راح نشرح إن شاء الله الدرس السابع وهو المواطنة العالمية. وقبل البدء في الدرس سنتعرف على أهداف الدرس، وهي أن يتعرف الطالب مفهوم المواطنة العالمية، وأن يبرز العلاقة بين ما هو كوني وما هو خصوصي، وأن يثمن رؤية مملكة البحرين في التعامل مع ثنائية الكونية والخصوصية. المقدمة: يواجه عالمنا المعاصر تحديات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، كثيرة منها متباينة في طبيعتها وقوة تأثيرها، ولتجاوز هذه التحديات لابد من وجود إرادة قوية وعزيمة صادقة مبنية على روح التضامن والتكافل. ترسيخ مبادئ المواطنة العالمية المبنية على احترام حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية. ترسيخ الشعور بالانتماء إلى الإنسانية. احترام خصوصيات الآخرين. أولاً، مفهوم المواطنة العالمية. وقبل أن نبدأ بمفهوم المواطنة العالمية، لابد أن نعرف مرتكزات المواطنة العالمية، وهي اعتبار كوكب الأرض وطناً للجميع يجب المحافظة عليه. أيضاً، اعتبار كافة البشر أسرة واحدة يسود بينها الاحترام المتبادل والعيش المشترك. احترام الخصوصيات الثقافية لمختلف الشعوب والمجتمعات. أيضاً هناك مجالات للمواطنة العالمية، منها المجال المعرفي، التمكن من آليات المعرفة والفهم والتفكير النقدي فيما يخص القضايا العالمية والإقليمية والوطنية والترابط بينهما. أيضاً المجال الاجتماعي العاطفي، غرز الشعور بالانتماء إلى الإنسانية المشتركة من خلال تبادل القيم والمسؤوليات والتعاطف والتضامن واحترام الاختلاف والتنوع. المجال الثالث والأخير هو المجال السلوكي، اتخاذ إجراءات فعالة ومسؤولة على المستويات الوطنية والعالمية من أجل عالم أكثر سلامة واستدامة. والآن أعزائي الطلبة، نعرف المواطنة العالمية، وهي الشعور بالانتماء إلى مجتمع أوسع يتخطى الحدود الوطنية، يبرز القاسم المشترك بين البشر، ويتغذى من أوجه الترابط بين المستويات المحلية والوطنية والعالمية من أجل عالم يتسم بالمزيد من العدل والسلام ومقومات البقاء. ثانياً، مبادئ المواطنة العالمية. التحديات العالمية: هناك الكثير من التحديات العالمية، منها الصراعات والنزاعات المسلحة والإرهاب والتطرف، الفقر والبطالة، أيضاً التفاوت العلمي والثقافي والتكنولوجي، انتهاك حقوق الإنسان، المخاطر البيئية والمناخية. ولا بد من مواجهة هذه التحديات العالمية عن طريق تضافر الجهود العالمية من خلال مساهمة مختلف أطراف المجتمع الدولي من دول ومنظمات حكومية وغير حكومية وأفراد المجتمع المدني في هذه الجهود، وأيضاً عن طريق أيضاً ترسيخ مبادئ المواطنة العالمية. من مبادئ المواطنة العالمية هي السلام العالمي، ويتمثل في نشر الأمن والسلام على مستوى العالم وحل النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز التعاون الدولي وتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية وتحديد أسس التفاهم والتعاون بين الأمم والشعوب. حقوق الإنسان: وترتكز على الاعتراف بحقوق الإنسانية لجميع الأمم والشعوب كحق التعليم وحفظ الكرامة الإنسانية، إلى جانب الاهتمام بالحقوق الخاصة لفئات معينة كالمرأة والطفل. الديمقراطية: وتعتمد مشاركة الجميع في تدبير الشأن العام على أساس العدل والمساواة واحترام الرأي والرأي الآخر. الثقافات المتعددة:
وتتأسس على مبدأ الاحترام المتبادل بين الأمم والشعوب باحترام التنوع الثقافي والخصوصيات الثقافية والحضارية. التفاعل بين الإنسان والبيئة، ويتمثل في العيش في بيئة آمنة وصحية باعتباره مطلباً أساسياً وحقاً من حقوق الإنسان، ونظراً لارتياد المخاوف الدولية حول المشكلات البيئية، يجب عقلنة التعامل مع البيئة والاستفادة المتوازنة منها. التطور العلمي والتكنولوجي، ونعني به تمتع الإنسانية جمعاء بمنجزات الثورة العلمية والتكنولوجية. ثالثاً، في الكونية والخصوصية، ونعني بمفهوم الكونية هو ترتبط الكونية بمجموعة القيم التي تكون محل إجماع واتفاق بين مختلف الشعوب والأمم، كالحرية والعدالة والكرامة. ومن مميزات الكونية هي تحيل الكونية على ما هو مشترك بين البشر وما يوحد بينهم، مثل التحديات المشتركة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية والبيئية. تمثل الكونية مطمحاً إنسانياً مشتركاً لا يسلب الاختلاف وحق الاختلاف. ومن مميزات أيضاً الكونية هي صفة تطلق على ما هو منسوب إلى الكون، أي إلى البشر جميعاً، دون تمييز فيما يهم الناس جميعاً في انتمائهم الكوني والعالمي. تتحقق الكونية عبر توافر جملة من الشروط، أهمها الانفتاح والقبول بالآخر والمحافظة على التنوع واستثمار التعدد والإيمان بالتسامح والابتعاد عن العنف وعن التعصب. مفهوم الخصوصية هي ما تنفرد به مجموعة بشرية من خصائص وقيم تاريخية وحضارية تميزها عن باقي المجموعات الأخرى. ومن مميزات الخصوصية أيضاً هي تحيل الخصوصية على معنى الهوية فيما هو جوهري وثابت وأصيل ومميز لمجتمع ما أو لأمة، مثل اللغة أو الدين أو العادات والتقاليد. ومن مميزات أيضاً الخصوصية هي تحدد الخصوصية انتماءات الأفراد والمجتمعات الثقافية والحضارية التي تميزها عن غيرها. ثلاثة، التفاعل بين الكونية والخصوصية. حتمية التفاعل أمام التحديات الراهنة لا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، فلا بد لها من تتضافر جهودها من خلال انفتاحها على بعضها البعض وتبادل التجارب فيما بينها لأجل تحقيق التقارب بين شعوبها. رفض الانفتاح على الآخر يؤدي إلى الانغلاق على الذات، ويضعف من قدرة الشعوب على مجابهة ما قد يعترضها من تحديات وعوائق تحول دون تحقيق أهدافها. آثار التفاعل هو إثراء الثقافات بتبني مبادئ إنسانية مشتركة تتجاوز كل الحدود الجغرافية والثقافية، مواكبة التطورات العالمية والوعي بالقضايا والمشكلات العالمية المشتركة، تضافر جهود كل الدول والمجتمعات على مواجهة التحديات المشتركة، القدرة على بناء عالم أكثر أمناً وسلاماً، تكريس سلوكيات إيجابية بين كل البشر تنبني على التضامن والتعاون. رابعاً، رؤية مملكة البحرين للكونية والخصوصية. مظاهر انهماك مملكة البحرين في المنظومة الكونية أكدت مملكة البحرين على احترام الحقوق الإنسانية الكونية وترسيخ مبادئ المواطنة العالمية من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه. أيضاً، التشريعات الوطنية التي تعكس احترام الحقوق والحريات. تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية. القيام بعدة مبادرات وبرامج إعلامية وتعليمية وتربوية لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان
والمذاهب والثقافات والحضارات. تأكيد مملكة البحرين على الخصوصيات الثقافية للمجتمعات. إن التزام مملكة البحرين باحترام حقوق الإنسان الكونية وترسيخ مبادئ المواطنة العالمية لا يتعارض مع ثوابتها الثقافية والحضارية. تتمثل الثوابت الثقافية التي تتمسك بها مملكة البحرين في ثلاث عناصر أساسية، وهي الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاجا، الانتماء إلى الأمة العربية، الارتباط بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جسدت مملكة البحرين خصوصيتها من خلال تحفظاتها على بعض البنود والمواد التي تتعارض مع ثوابتها الثقافية والحضارية، مثل تحفظها على المواد رقم 2 و15 و16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. لذلك تميزت مملكة البحرين بالتوازن بين ما هو محلي وما هو كوني في تفاعلها مع محيطها العالمي، من خلال الحفاظ على الهوية الوطنية والخصوصيات الحضارية والثقافية، واحترام تام لخصوصيات وثقافة الآخرين، وحوار بناء مع مختلف الحضارات. الآن أعزائي الطلبة، سنعرض لكم نشاط تقويمي. أكمل بناء الجدول الآتي بوضع علامة صح في العمود المناسب. ملاحظة، بعض العبارات قد تحتمل أكثر من إجابة واحدة. العبارات: المواطنة العالمية، مبادئ المواطنة العالمية، السلام، حقوق الإنسان، الثقافات المتعددة، البيئة، الكونية، الخصوصية. العبارة الأولى: مقاومة الانحباس الحراري أحد الأهداف التي تعمل مختلف الدول على تحقيقها، هل هي المواطنة العالمية أم السلام أم حقوق الإنسان أم الثقافات المتعددة أم البيئة أم الكونية أم الخصوصية؟ العبارة الثانية: يسعى المجتمع الدولي إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، هل هي من المواطنة العالمية أم السلام أم حقوق الإنسان أم الثقافات المتعددة أم البيئة أم الكونية أم الخصوصية؟ الانتماء إلى مجتمع أوسع يتخطى الحدود الوطنية. عبرت مملكة البحرين عن تحفظها على بعض المواد من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. تعتبر الحرية والعدالة والكرامة من القيم التي أجمعت عليها مختلف الشعوب. من أسس التفاهم والتعاون بين الشعوب احترام التنوع الثقافي. تحرص مملكة البحرين على فتح جسور الحوار بين مختلف الحضارات والأديان. الإجابة على النشاط التقويمي: الإجابة على العبارة الأولى: مقاومة الانحباس الحراري أحد الأهداف التي تعمل مختلف الدول على تحقيقها، الإجابة هي البيئة. الإجابة على العبارة الثانية: يسعى المجتمع الدولي إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، الإجابة هي السلام. الانتماء إلى مجتمع أوسع يتخطى الحدود الوطنية، الإجابة هي المواطنة العالمية والكونية. عبرت مملكة البحرين عن تحفظها على بعض مواد من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الإجابة هي الخصوصية. تعتبر الحرية والعدالة والكرامة من القيم التي أجمعت عليها مختلف الشعوب، الإجابة هي حقوق الإنسان والكونية. من أسس التفاهم والتعاون بين الشعوب واحترام التنوع الثقافي هي الثقافات المتعددة. تحرص مملكة البحرين على فتح جسور الحوار بين مختلف الحضارات والأديان، الإجابة هي الثقافات المتعددة. أعزائنا الطلبة، انتهينا من شرح الدرس السابع. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.